one of. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في حلقه جديده. هذه الحلقه هذه شي شويه مختلفه، ماشي بحال الحلقات اللي فاتوا. الموضوع ديال اليوم هو خرجنا الشارع المغربي وسولنا بنات ودراري، سولنا البنات قلنا لهم عطونا المواصفات ديال الفتاه، زعما الزوج المستقبلي ديالكم، وسولنا الدراري وقلنا لهم عطونا المواصفات ديال الزوجه المستقبليه، وكانوا هادو هما الاجابات ديالهم. شوفوا معنا ونعاودوا نرجعوا. السلام عليكم. بغيت نسولك اختي، عفاك عطيني المواصفات ديال راجلك المستقبلي، كي بغيتيه يكون؟ يكون ظريف، ولد الناس، وخدام على راسو، وما يقوليش ما تخدميش، نخدمو بجوج باش نتعاونوا على الزمان. صافي هما المواصفات، انا قلت المواصفات ماشي الشروط. صافي هما الشروط والمواصفات وكلشي. شنو المواصفات؟ شنو المواصفات؟ مش خلاط، رقيق، طويل. ما عنديش المشكل، المهم مسلم. مسلم يكون اي مسلم. كيتبع طريق الله. صافي. كتصلي انت؟ كنصلي. شحال من ركعه في الظهر؟ ثلاثه. ثلاثه، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت نسولك اخويا، مرحبا. المواصفات ديال مرتك المستقبليه كي بغيتيها تكون؟ المواصفات ديال مرتي المستقبليه بغيتها تكون طويله، زهره. كي بغيتيها تكون المواصفات ديال مرتي؟ بغيتها تكون بعدا زهره بحال اللحيه. تكون زهره بحال اللحيه، تكون دايره الدره، بنت محترمه، تكون مو في المستوى، وتنتمنى من الله ما تكونش شي عيشه قنديشه. سلام. بغيت نسول، عطيني المواصفات ديال راجلك المستقبلي وانت قصيوره، خصني دابا نحني. ما كاين ما احسن من العقليه. اها. وما غلطش بزاف وما رقيقش بزاف. اها. صافي زوين. صافي بوكوس. زوين زوين زوين. والله الا بوكوس. شكرا اختي، ربي يخليك. اسمع لي اخويا، بغيت المراه ديالي المستقبليه تكون حماقيه. جيني على قانتي، فهمتيني؟ زيني. اسمع لي الهضره ويكون الخير ان شاء الله، وتنتمناو امور مستقبليه والحياه. السميه مرتك اللي كتمناها، السميه اللي بغيتي. السميه المراه ديالي. ما عنديش المشكل في السميه. ما عنديش المشكل. الله يرزق لك شي بنت. شوف كل واحد دقيقه انا وياه على خاطر الحفاظ. زيد عندي زيد عندي. هادي هي انت. يا سلام. إلى ربي مزيان. الله يحفظك. بغيت نسولك، عطيني المواصفات ديال مرتك المستقبليه كي بغيتيها تكون. اول حاجه تكون بنت الناس. اها. حشمه وهذوك الزين وداك الشيء ثانوي، فهمتيني؟ تكون بنت الناس هو الاساس الواحد الاولى، بنت الناس. تكون والديها مزيانين، تكون متقيه الله. صافي غير ظريفهم الناس. صافي الله يجيبها. شوفوا البنات، الا كانت كتشوف شي واحد الدريري راه فوق مزوج ثاني وثاني، الا بغيتو تجيو بثلاثه ماشي مشكل، راه السرعه تربع. الله يحفظك العفيف، ربي يخليك. انا خويا بغيت مرتي تكون زوينه وموقوسه، والله عمري هاد الدار. هادشي هذا اللي بغيت. ها انت كتشوف معايا هاد المراه هادي ما بغاتش تقيلني. خوتي كندير الترجمه لهذا. فوالا خوتي. السلام عليكم اختي. كنت نسولك، قول لي كي بغيتي راجلك المستقبلي، عطيني المواصفات ديالو. دي يكون يقلبوا بيض وباغيني زعما الخير، يكون ولد الناس وخدام على راسو وصافي. هذا الشيء اللي كان. اما الزين ماشي في الوجه، الزين في القلب. ما بقاش الزين ديال الوجه، حيت الزين كيمشي، الزين كيبقى حروف. واش تقدري تقولي لدوك البنات اللي كيبقاو يتشرطوا بزاف لو بغيتو كذا؟ شو الا كتب لها جوج بشي واحد زعما يكون ولد الناس وخدام على راسو، راه يكتب لها واخا مع شنو هي تبغي. راه الا كتب لها شي حد راه يكتب لها، واخا يكون زوين ولا خايب، راه اللي كتبو ربي راه هو اللي كان. يعني انت بغيتي غير العقل. غير العقل. انا بغيت عندي ما ندير بشي زينان. صافي بغيتي يكون بعقلو، واخا يكون خايب. لا ماشي شي زعما خايب، لا لا زعما يكون زوين، ولكن اكثريه الزين كيكون في القلب ماشي في الوجه. انت يا حسن اللي تيصورني هو قلبه زوين ولكن هو خايب، هاك تقبلي؟ لا، الا كان هو باغيني بنيه حسنه وزعما يكونوا نوايا مزيانين علاش لا، ولكن زعما فهمتي راك سمع. صافي شكرا اختي. المواصفات ديال راجلك المستقبلي ان شاء الله. يا بالحق قد سؤال محري شوية، ولكن المهم أنه يكون متدين، تعرف بنوب الله إيه، صافي يكون تقضية. ويكون خدام وبخدمته وهذا صافي، هادشي اللي كان.
السلام عليكم خوتي. بخير مزيان خويا بخير. خويا بخير الله يحفظك ربي يخليك. بغيت نسولكم خويا نسولك انت الاول، عطيني مواصفات الزوجة المستقبلية ديالك. الزوجة خصها ما تكونش ديجا هضرات مع شي واحد. اها صافي هادشي اللي المهم هو صافي زعما ما تكونش ديجا عندها شي حاجة مع شي دامي ولا شي حاجة. صافي هاك انت خويا. لا خويا المواصفات الزوجة تكون مرأة صالحة وتش تخاف الله وبد الناس، هذا هو اللي كاين. فلا تعطرك شي حاجة أخرى وما كاينش. الله يحفظك. أنت خويا. خويا المرأة المستقبلية ديالي تكون الزين. لا بعدا قبل من الزين الدين أخويا. الدين والزين وشي 70 مليون تحتها. هذا راه نطق بارونتيز. لا خصك تكون هي متدينات بزاف ماشي بزاف. المهم تخاف الله وتبغيني والله يعطيني شي دريه صالحه من هذا المنبر وتحيه لك. وشنو تقدروا تقولوا دابا لهذوك البنات دابا اللي كيشوفوا فيكم وخارجين الطريق وهذه وما نظلموا حتى شي واحد؟ المهم غير الله يهديهم. هذا هما الله يهدي ما خلق. كاملين شو كامل. الله يهديكم والله ما كاينش اللي ما تيدارش شي حاجه. المهم بنادم يكون تيعرف بينه وبين الله يديروا هذا شي موال شي موال. وهذا في خاطر كاع البنات اللي بغاو يتزوجوا كاع احبابي ونموت عليكم ان مليار. تبان لي في الكاس غير هي امي انتي والحال زاد عليا ملي نسمع صوت هنسد بدنيا بغيتها في البنات غير هي الله. علاش انا كل نهار برجلي كنمشي للبار طاكسي في نصوص الليل جبني كا وما نعرف خبار مي كانت عندي لميمة علاش يا وليدي ما كتسحاش. ودي ديكاس لكم وانا الله يحفظكم ومن عند الجابوني سي دي ديكاس لحظة انت كتغني لا بغيت غني لي عطيني عطيني هم هاي عشقك هيستوريك نبغيكو نبغيكو نقعد غير نبغيك هاي تقعدي انت يا اليز ويا انا افي قلبي تابع ليك هاي قلبي لبس ليك تاج جابوني دوماج ينساك من قدامه وايس ربي يعطيني الصبر ويعطيني الكوراج نكملها وحدي نو 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 نو. وهذه ديديكاس مع خويا الجابوني وخويا سانابوني خويا حامد طاوسي وي الجابوني عمر صافي تخدم اليوم. شوف خوتي بغيتكم كاملين تدخلوا لعندهم وتابوناو عندهم راه دريرين زوينين والله العظيم. داكشي الشعبي والاعراس هاني نخلي النمره ديالك خصو شي عيد ميلاد شي حاجه. ها هو موسى. شوف موسى تلاقيت هو ولد حومتي وتلاقيت معاه غير بارازار هنايا. لا حاشا تلاقيت معاه غير هنايا وانا عارفهم شحال هادي تيغني في العراسات وداكشي عيد ميلادات. شوف غادي نخلي لكم النمره ديالو ونخلي لكم باج فيسبوك. عطيه عطيه العاصر عطيه في كاس كبير عطيه عطيه العاصر عطيه في كاس كبير عطيه. يا ربي. السلام عليكم خويا مزيان. شوف بلا ما نديرو لهم ديك الدخله العوزه. شوف اخوتي حسن هو اللي كيصورني وهذه بغيت نسول نيت حسن. حسن قول لي عطيني اخويا المواصفات الزوجه المستقبليه ديالك من الصباح وانت كدور معايا وكنسولو الناس. دابا بغيت نسولك انت. المهم بغي اصلا 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 المهم اول حاجه تكون قارية فري. ثاني حاجة الشهيوات اخويا الشهيوات وكال حسن الله يتوكل الشهيوات الصح. المهم ثالث حاجة عاوتاني نقولو سيدي تكون زين تباتا وكدا راك تما زين تما كاين تما كاين زين تما كاين تما صافي سكت. المهم غير بغيت نشكر هذا السيد هذا والله بغينا نديرو غير هذا الفيديو هذا غير باش نختموه واحد شوية. شي هذا السيد هذا الله المعاناة معايا بالرجل عاود ليهم شحال من واحد كيتورق علينا في الزنقة غير باش نصورو حلقة وكيجي واحد آخر ويدير لك ديزلايك. قول ليهم تمر بالرجولة بالخصوص هذه الحلقة هذه شحال من واحد تورق علينا ما باغينش يدوزو ما باغينش سير في حالك ما باغينش يدوزو تيقول لك لا خويا ما ندوزوش كيخافوا من دوك لي طرول لي طرول. واحد الحاجة نقولها دابا أنت غادي أنت وصاحبتك وأنا كندير الفيديوهات
وصاحبتك عندها خوها ما عرفهاش بلا راه مصاحب ما عرفهاش بلا راه مصاحب. حنا ما تنوقفوش على لا حنا ما تنوقفوش على هادوك كنوقفوا غير على دوك جوج بنات مثلا كتكون بنت مع بنت واش غادي نحط فيديو غيقول لها خويا مشيت مع هذيك وعلاش يقول لها واش حنايا موصلينك تقراي ولا غادي دير الفيديوهات واش تلاقى تقول لهم تلاقاني في الطريق شي لعيبه ما تهضرش معاه يقول لها اصلا واحد الحاجه يقول ما تهضرش معاه طولنا اخي حسن المهم هادشي غير في ما كنبغيش ندوز لكم الكواليس لان الكواليس شي حاجه تخيلوا معايا جاي من الدار ودير حلقه في بالي باغي نصورها خرجت صورت ديك الحلقه وديك الحلقه ما فهمتش البشر ديالها ما عرفتش الشعب ديالنا ما كيفهمش عرفتي راه كنا غناكلوا قتله ديال العصا باش نقول الحلقه الاولى اللي كنا بدينا في ميكرو تروطوار الا عقلتوا عليها ديال شحال من مره صاحبتي ديال عيد الحب راك غناكلوا قتله ديال العصا من عند واحد خونا في الله. المهم غير باش ما نطولش عليكم تهلاو في راسكم تلقاو فيديو حتى اخر تشاو ايوا يا حميد